اهلا بيكم. ارفض البطاله. هي مش بس بقصد رفض البطاله، البطاله اللي هي عدم التوظيف، انك مش لاقي عمل. وان كان العالم النهارده مليان بالبطاله وفرص العمل اصبحت نادره، لكن انا اقصد الحقيقه برفض البطاله هو انك ترفض انك تكون شخص وجودك يساوي عدم وجودك. يمكن حواليك ناس بتجبرك على انك تعيش بالطريقه دهيت، حواليك ناس مش قادرة تديك قيمتك في انك تشتغل، عندك وزنات كتيرة، لكن أرجوك لازم تشتغل. قال الرب يسوع المسيح هذه الكلمات: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لا تنتظر أن تأتيك الفرصة لتعمل، لكن تستطيع بنعمة الله أن تخلق الفرصة. مش بكلم كلام اجتماعي، لكن أنا بتكلم لما تحط إيدك في إيدين ربنا وتقول له شغلني لمجدك، أريد أن أعمل شيئا لمجدك، تسجد على ركبك وتصلي وتقول له ماذا تريد مني يا رب أن أفعل. الله حطك في الدنيا دي عشان خطة، نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أرجوك لو سمحت بلاش القعدة، اتحرك، حرك ذهنك، اعمل رياضة ذهنية، اعمل رياضة بتفكيرك. تعرفين كلكم انه مرض الزهايمر اللي بيصيب كثير من العالم وبلاد كثيرة بتعاني منه في كبار السن. تقدر لو كنت شخص نشيط الذهن ونشيط التفكير، بدل ما كان هيجيلك في سن 60 يجيلك في سن 70، وبدل 70 يجيلك في 80. الرياضة الذهنية تؤجل الإصابة بهذا المرض. كل ما تكون شخص مثمر ونافع، من فضلك اتخلى عن العظمة اللي ممكن الشيطان حاططها في ذهنك. إن ما كانش العمل الفلاني أنا ما عملش، لا، دور على مكان ابدأ فيه صغير، وإن كانت أولاك صغيرة فآخرتك كبيرة جدا. الهدف الأساسي إنك تستثمر أيامك. وإنت مش لاقي شغل، في الوقت اللي إنت مش لاقي فيه شغل، ممكن تقدر تتعلم لغة جديدة، تتعلم مهارات جديدة في الكمبيوتر، تستفاد بحرفة جديدة، تفكر وتحط نفسك وذهنك يأتي به الروح القدس بأفكار يمكن مش موجودة عند الآخرين. بس من فضلك اتحرك. لما رب يسوع جاي اختار تلاميذه، اختار الناس النشطاء، الناس اللي مجتهدين، اللي بيسهروا طول الليل. لما الملاك جاي يختار الرعاة، اختار الرعاة الذين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. لما تعيش في حياة البطالة، الفكر الكسلان معمل للشيطان. لكن لما تقول يا رب انت بتعمل وانا كمان هعمل زي ما انت بتعمل، او تنازل يا رب واستخدمني لمجدك. يمكن في الوقت اللي انت مش لاقي فيه شغل، روح اعمل عمل تطوعي، زور المستشفيات، استثمر وقتك، روح بيوت الايتام والمسنين. اذا مش لاقي شغل في حسب العالم، 100% هتلاقي شغل في كرم المسيح. فكرم المسيح ما أعظمه وما أروعه، وما عندوش بطالة، ومحدش في الخدمة بيطلع معاش. استثمر. لو أنت طلعت معاش في العالم وفي خدمة العالم، والعالم كلنا لحم ورمانا عظم، لكن تقدر كمان الوقت اللي جاي تقوله شغلني لمجدك، أريد أن أعمل شيئا لمجدك، لن أعمل لذاتي، لست لذاتي. وتركز أن تفضل إيديك مرفوعة وتفضل مثمر بنعمة الله. حتى لو أنت شخص أصبت بأمراض، تقدر تستخدم التليفون بتاعك لمجد ربنا عشان تكون مثمر وترفض البطالة.